محاضرات الضيوف الكرام يجوز البقاء في المقاعد ومراعاة إشارة ربط أحزمة المقاعد إلى أن يتم إطفاؤها. يفضل إبقاء أحزمة المقاعد مربوطة أثناء الجلوس وعندما تكون إشارة ربط أحزمة المقاعد مضاءة. وإذا كنتم ترغبون بالنوم فرجاء ربط حزام المقاعد فوق البطانية أو الغطاء لتمكيننا من تفقد أحزمة المقاعد دون الحاجة لإزعاجكم. نود تذكيركم بأن التدخين ممنوع منعاً باتاً على متن الطائرة بما فيها دورات المياه. هذه الطائرة مجهزة بنظام الاتحاد للاتصال اللاسلكي الذي يتيح لكم الاتصال بشبكة الانترنت وسهم هواتف جسم متحركة النقالة بنظام. كبادرة لطيفة منكم يرجى إبقاء هواتفكم النقالة في وضعية ثابتة أثناء فترة الرحلة. للمزيد من المعلومات عن كيفية الاتصال بالنظام يرجى رجوع لكتيب الاتصال متوفر في جيب مقعدكم. يسمح باستخدام الأجهزة الإلكترونية المزودة بخاصة الإرسال مثل هواتف النقالة وأي أجهزة مزودة بخدمة الوايفاي البلوتوث أثناء الرحلة.